السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم من مدينة يوكوهاما ساكورا جيتشو. ويلا نبدأ فيديو اليوم مع حفلة استقبال رمضان علشان أعد الأطفال نفسيا لرمضان، لأنه هنا ما فيش أي معالم احتفال أو تزيين مثلا في الشوارع إلا اجتهاد الأمهات فقط. يلا قولي رمضان مبارك. رمضان مبارك. رمضان مبارك. كل يوم لما أصوم أجيب ستيكر. فين تحطه؟ أحطه هنا. وريني الستيكرز اللي معك. كل يوم تحط واحدة دونات صح؟ كل يوم تصوم تحط واحدة صح؟ وانت كم عمرك الآن؟ ستة. خمسة. ستة. خمسة ونص. ستة. طيب انت تقدر تصوم طول اليوم ولا نصوم مع العصفورة من الفجر للظهر وبعدين من الظهر للمغرب صح؟ تصوم طول اليوم ولا نصوم زي العصافير؟ العصافير كيف؟ العصفورة من الفجر لحد الظهر وبعدين من الظهر لحد المغرب. يعني ما قبل ما تطلع. ايوه بس ماما وبابا يصوموا من الفجر لحد المغرب ما يفطروش لان احنا كبار صح؟ واحنا نحط ستيكرز ولا لا؟
ليش؟ عشان كبيرين. كنت قلت عليك أما كنت